لم يكن ليمضي يوم واحد على وصول الحكومة إلى المكلا حتى بدأت محاولات زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به. ففي ساعات الصباح الأولى وحينما كانت الحكومة تعقد لقاء مشتركا والمكتب التنفيذي لساحل حضرموت، انفجرت سيارة أحد القيادات العسكرية بعد أن تم تفخيخها. طبعا عمل إرهابي من خلال إلصاق لغم لاصق بأحد السيارات التابعة لقيادات النخبة، وهذا ثالث حالة نكتشفها خلال 3 أيام اللي فاتت. وبصراحة بتعاون المواطنين يتم الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة. ولم ينجح التفجير في التأثير على مجريات الحياة العامة في المكلا، كما لم يؤثر على الاجتماع الذي كشف فيه بن دغر عن استعداد الرئيس هادي لدعوة الهيئة الوطنية لمناقشة الدستور للاستفتاء عليه. نريد الذهاب إلى ما تبقى من المبادرة الخليجية. ماذا تعني هذه؟ باختصار هي تعني أن نذهب إلى إقرار الدستور، وسيدعي الرئيس خلال اليومين القادمة الهيئة الوطنية لإقرار مشروع الدستور وسوف نستفتي عليه. وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية في حضرموت، أعلن بن دغر عن تخصيص نحو 55 مليون دولار من حجم عائدات صفقة بيع نفط الضبة البالغة 127 مليون دولار لصالح مشاريع الكهرباء والطرقات بالمحافظة، ودعم جهود شركة بترومسيلة لإعادة الصيانة وتشغيل حقول النفط المتوقفة منذ اندلاع الأزمة في البلاد. قد أعطيت اليوم التوجيهات لوزير المالية باعتماد 25 مليون للنفط للكهرباء في وادي حضرموت و30 مليون دولار لمشروع إعادة الإنتاج. ومن شأن إعلان الحكومة اعتزامها إعادة تأهيل حقول النفط أن يساعد في عودة الإنتاج والتصدير وتشجيع شركات النفط الدولية على العودة مجددا إلى البلاد بعد أن غادرتها بسبب الصراع الدائر. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.